السعودية ترفض المساومة على القضية الفلسطينية. تقرير أعدته وحدة الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن السعودية لن تنشئ علاقة مع إسرائيل ولن تطبع ولن توافق على ما يوصف بصفقة القرن ما لم يتم منح الفلسطينيين حقوقهم كاملة. التقرير أكد أن موقف السعودية كما هو منذ عقود ولم يتغير. التقرير ذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن السعودية لن تقبل ولو بمجرد الحديث عن صفقات ولن تدعم أي خطة سلام لا تستجيب للمطالب الفلسطينية وخصوصا إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية. والقدس عاصمتنا. مواقف ثابتة ومعلنة للقيادة السعودية كانت وما تزال تقف بحزم إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني. إن القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة.